للمزيد حول القوافل التي يعدها التحالف الوطني ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ مصطفى زمزم، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. أستاذ مصطفى، بعد التحية، هناك حرص من مصر بدءا من القيادة السياسية وكل مؤسسات الدولة بالإضافة أيضا إلى منظمات المجتمع المدني على إيصال المساعدات الإنسانية بكل ما تحويه من مواد غذائية، من مستلزمات طبية وغيرها إلى أهالينا في قطاع غزة. التفاصيل يعني لديك أستاذ مصطفى. هي يمكن بدأ التحالف من أول يوم من بعد 7 أكتوبر تجهيز أكثر من 106 شاحنة وصلوا إلى معبر، والفضل الله تم دخولهم بالكامل بالأمس آخر 7 شاحنات. هناك أكثر من 250 شاحنة كانوا ينتظروا أيضا من الهلال الأحمر والتحالف الوطني، وده بيستمر في الدخول إلى الجانب الآخر من قطاع غزة. لدينا دعم من المواد الغذائية والغذائية والطبية، وأيضا بعض المواد الخاصة بالخيام والبراطيم والملابس. يمكن أشقاء في قطاع غزة بعد الحرب الكاشمة والبربرية اللي تحدث من الجانب الصهيوني أو من جيش الاحتلال الصهيوني بيعرضوا لأبشع الجرائم والإبادة الجماعية وقتل الأطفال والنساء وكبار السن. ويمكن بعد توجيهات السيد الرئيس واللقاءات المستمره بقاده وزعماء الدول الغربيه لوقف العدوان ووجود ممرات امنه ووجود هدنه حتى تستطيع الجهات الاغاثيه والامميه لتوصيل كافه احتياجاتهم، ده يمكن دور رئيسي من القياده السياسيه ومن الدوله المصريه، لان القضيه الفلسطينيه تعتبر قضيه القضايا لكل الدوله بقيادتها وب منظماتها الإغاثية الداعمة والمستمرة. نعم. إن شاء الله احنا في انتظار الضوء الأخضر لتجهيز القافلة الثانية بعدد الشحنات المطلوبة من وكالة الأونروا أو من خلال الصليب الأحمر الأحمر الفلسطيني. نعم. بيتم التواصل مع كافة أجهزة الدولة وتجهيز أيضا كل أكياس الدم المطلوبة وحملة الشعبية اللي أطلقها التحالف للتبرع. يمكن اقل دور نقدر نقدمه في الاشقاء في قطاع غزه. كيف يتم التواصل بين جميع الجمعيات الاهليه الموجوده في التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي من اجل ايصال هذه المساعدات على وجه السرعه الى اهالي قطاع غزه؟ استاذ مصطفى، هناك غرفه مركزيه داخل التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي ولجنه فنيه للطوارئ والاغاثه في مثل هذه الظروف. ده يمكن حصل قبل كده في النكبه الكبرى اللي حصلت من جراء العاصفه والسيول اللي حدثت في ديرنا في ليبيا، برضو كان هناك توجه من الغرفه المركزيه للتحالف بتوجيه شاحنات اغاثيه ونقديه ودوائيه وايضا غذائيه الى اهالينا في ليبيا. نعم. اشقائنا في فلسطين الان بيتم التعارف من خلال الغرفه المركزيه للتحالف على الاحتياجات الضروريه واللازمه، وايضا الرصد اليومي لكافه مستلزمات الطبيه للمستشفيات او المراكز الطبيه اللي موجوده داخل القطاع، وبالتعاون ايضا مع الهلال الاحمر تنسيق كامل ما بين التحالف والهلال وكل الجهات الاغاثيه حتى يتم ايفاء ومد الطرف الاخر والجانب الاخر من القطاع بكافه احتياجاتهم المطلوبه بشكل يومي. نعم، أشكرك جزيل الشكر أستاذ مصطفى زمزم، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.